مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من حديث المساء لهذا اليوم. تهنئة، كل عام ونحن أقدر على مواجهة الخيبات وتحمل الخسارات، كل عام ونحن في محاولة لأن نكون أفضل مما نحن عليه. فلم أعد أود أن ننقص ولو كرية دم واحدة أو دمعة واحدة أو ما تيسر من القلب. هناك أوجاع لا تقال، فلو قيلت لفقدت قداسيتها وحجمها ونكهتها. ما علي إلا الاحتفاظ بمرارتها هنا في القلب، وجعي بالغ التيه. فحين تتبعك الخسارات أينما ذهبت، حين يبتلعك الوهم، حين تمنح أوراقك للريح فتسرقها منك وتهرب، حين يوصد الفرح جنته في وجهك ويطردك منها مذموما مدحورا، حين تجبر شفتيك على ابتسامة جوفاء كطبلة كل من دق عليها منحته صوتا، حين تخشى أن تفشي سرك دمعتك فتمنعها أن تتهاوى، حين تمنح حق المواطنة بدرجة عاشرة في وطن الحزن هذا ومع ذلك فأنت لا تأمن فيه. حين وحين وحين، فلا شك أنك حينها تدرك كم وجعك بالغ التيه بالغ المدى. فلا تجرح معلمه بخربشات سطحية لن تتمكن من الوصول إلى عمقه. بوح أخير، كل عام وأنا كما أنا الآن، لا أريد قلبا إضافيا ولا ذاكرة جديدة. دعوني كما أنا، لا تأخذوا مني أحلامي ولا تسربوا لي أوهامكم. هذا هو حال المواطن اليمني وهو يودع عام 2014. أطفالنا لا ينتظرون سانتا كلوز ببدلته الحمراء، فهم إما غارقون باللون الأحمر أو متفرجون أو مفجوعون. أطفالنا لا يفكرون بهدايا آخر العام، إنهم يفكرون الآن بفقد زملاء دراسة بحزن لا يتحمله قلبهم المترع بالخوف والرعب. هكذا ودعوا أطفال إب هذا العام، وهكذا بكته أمهات الشهداء ممن سقطوا في حادث اليوم الموجع. وهكذا سنختتم يومنا بالحديث في مسائنا هذا عن هذا الموضوع. اسمحوا لي بداية أن أرحب بضيفي هنا في الأستوديو الأستاذ رشاد الشرعبي الكاتب الصحفي. مرحبا بك أستاذ رشاد. أستاذ رشاد، لا يوجد كلمات حقيقية، يعني العزاء أصبح لا معنى له في بلدنا للأسف. دعنا فقط نشاهد هذا التقرير الذي أعده الزملاء عن التفجيرات التي حصلت في محافظة إب صباح اليوم وفي المركز الثقافي حين كان يحتفلون الإخوة في أنصار الله ومواطنون من محافظة إب بالمولد النبوي على صاحبي أفضل الصلاة والسلام. يوم دام شهدته محافظة إب وسط البلاد إثر قيام انتحاري بتفجير نفسه بحزام ناسف بالمركز الثقافي الذي كان يحتفل فيه الحوثيون بمناسبة المولد النبوي، ما أدى بحسب مصادر طبية في المدينة إلى سقوط أكثر من 33 قتيلا، فيما تجاوز الجرحى رقم 40 جريحا. وما تزال الحصيلة مرشحة للزيادة في ظل وجود حالات حرجة بين الجرحى. مستشفى ثورة بمدينة إب استقبل عددا من جثث الضحايا معظمهم من أطفال المدارس بعد أن تم استدعاؤهم لحضور الاحتفال بالمولد النبوي، وهو ما أثار استياء واسعا لدى أولياء الأمور. أول ما دخلت المركز الثقافي تفاجأت، أنا في باص إسعاف حق مستشفى ناصر، تفاجأت مفاجأة كبرى على الأشلاء والأناس اللي في المركز الثقافي تقطعوا إربا إربا. شخصيات قيادية نجت من الحادث، من بينها محافظ إب القاضي يحيى الإرياني وأمين عام المجلس المحلي ومدير أمن المحافظة المعين من قبل جماعة أنصار الله الحوثيين، بالإضافة إلى قائد معسكر القوات الخاصة بالمحافظة. بينما قالت مصادر اليمن شباب إن من بين المصابين في الحادث مدراء عموم أبرزهم مدير عام الثقافة ومدير عام الأوقاف بالمحافظة. طبعا الأجهزة الأمنية توالي التحقيق لمعرفة هوية الفاعل وتحديد الأسباب والدوافع، ويعني الحمد لله نجت قيادة المحافظة الأخ المحافظ والأمين العام والأخ قائد الأمن المركزي وكل القيادة التنفيذية، لأن الانفجار استهدف مؤخرة الصالة. لم تعهد محافظة إب من قبل مثل هذا الحادث الإجرامي، مما تطرح تساؤلات حول دور الأجهزة الأمنية بالمحافظة وكيف تمكن الانتحاري من دخول المركز الثقافي الذي كان يتواجد فيه عدد من المسؤولين أبرزهم محافظ المحافظة وقيادات السلطة المحلية والأجهزة الأمنية والعسكرية
وقيادات جماعة أنصار الله الحوثيين في المحافظة التي تخضع لسيطرة اللجان الشعبية التابعة للجماعة. التفجير الانتحاري سيكون له تداعيات على مستوى اليمن، فما هو دور الرئاسة والحكومة في الحد من انعكاسات ذلك، وما هي تأثيرات الحادث على المشهد اليمني والنظام الإقليمي في ظل استمرار سيطرة أنصار الله الحوثيين على عدد من المحافظات والعاصمة وتراجع دور الدولة؟ مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. طبعا سيضم معنا عبر الهاتف الدكتور احمد الصرمي مدير عام مكتب التربيه. نتمنى يعني تلفونه مغلق الى الان رغم وعده لنا بانه سيكون معنا على الهواء، مدير عام مكتب التربيه محافظه اب، وايضا الدكتور احمد عبد اللطيف الناشط السياسي من اب، وايضا الاستاذ طارق المفتي المسؤول السياسي لانصار الله بمحافظه اب، وأيضا العميد محمد الشامي مدير أمن محافظة إب. بداية أستاذ رشاد، حدث إجرامي ومؤسف في محافظة إب اليوم، هل لديك أي تفاصيل أو معلومات جديدة حول الحدث؟ أولا أريد الحديث أنه حادث مؤلم وموقع نختتم به هذا العام الميلادي، ويتزامن مع ذكرى الاحتفال بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وبذكرى مولده صلى الله عليه وسلم. وهو يؤكد أن هناك من يتعارض في أدائه في أعماله في سلوكياته مع سيرته صلى الله عليه وسلم، مع قيمه ومبادئه، مع ما قاله أن هدم الكعبة حجر حجر أهون على الله من هدر دم مسلم. هؤلاء اليمنيين ماتوا بذنب من ذنبهم ومسؤوليتهم يتحملها عدة أطراف، أولها من قام بهذه العملية ومن خطط لها ونفذها. إلى الآن لم يزور أي تصريح حول، لا أحد يشرفه أن يعلن عن عملية مثل هذه. وفي نفس الوقت ولكن هناك عمليات يعني شديدة القسوة أيضا وتبنتها القاعدة بكل شرف وفخر يعني. نعم، لا أحد، هي جماعات العنف والإرهاب والتطرف لابد أن تنتج مثل هذه المجازر وهذه العمليات، سواء القاعدة أو غير القاعدة. أي عنف وأي إرهاب هو الذي سينتج عنه آلام وأحزان لليمنيين، من يموتون هم يمنيين وأبناء اليمن، هم إخواننا وأحبابنا. وكلما سفكت قطرة دم كلما زادت المشاكل وتعقدت الأمور بشكل نعم أكبر. بالتأكيد نعم، هذا يحدث. أبناء اليمن يموتون سواء بسلاح القاعدة أو بسلاح الحوثي أو بسلاح عصابات الإجرام والاختطاف وغيرها، هؤلاء كلهم يتحملون الذنب. الحوثيين وجماعة أنصار الله يتحملون مسؤولية كبيرة، أنهم اليوم هم اللي يتحملون مسؤولية الدولة بعد أن أصابوها بالشلل وأفرغوها من محتوياتها. وهل كانت الدولة موجودة مسبقاً؟ يعني نحن أكثر من 3 سنوات والدولة شبه غائبة تماماً. صحيح. يعني صحيح. لا وجود لها حقيقي. صحيح كانت هناك دولة، مؤسسات هشة ركيكة ضعيفة بالتأكيد، لكن اليوم الحوثيين أفرغوها من محتواها تماماً وأنشأوا لهم مؤسسات خارج إطار الدولة، ميليشيات خاصة، مؤسسات قضائية، مؤسسات عسكرية، مؤسسات تعليمية. تقصد أنهم يتحملون مسؤولية التفجير اليوم أمنيا؟ يتحملون مسؤوليته أمنيا ويتحملون مسؤوليته إعلاميا وسياسيا وغيره. هم قدموا أنفسهم على أنهم جماعة مذهبية متعصبة لمذهب، سيطروا على البلاد من شمالها إلى الوسط إلى إب وحدود تعز. هم عملوا على التحريض على العنف والكراهية بأشكال متعددة وتحت مبررات الدواعش والتكفيريين، وأتاحوا الفرصة لإيجاد روافد. طب أستاذ رشاد، هذا ربما يعني ما يتحدث به يعني المواطن، لكن بما يصدره أنصار الله خطاب مدني، خطب عبد الملك الحوثي تتقبل الآخر وجهات النظر الأخرى، أيضا من يكونون معنا عبر الهاتف أو ضيوف الاستديو يبدون دائما استعداداتهم لتبني أي وجهات نظر مدنية. بالتالي إذن لا ينضم معنا، اسمح لنا الدكتور أحمد عبد اللطيف ناشط سياسي من محافظة إب. مساء الخير دكتور أحمد. إذا نعود الاتصال بك دكتور أحمد، تفضل أستاذ رشاد. طبعا أنا أريد أن أؤكد يعني أنه حتى لو قتلوا حوثيين أو حتى من القاعدة هم كلهم يمنيين، ونحن هذه النقطة ربما التي يجب أن ندور في محورها ونتوقع. وأنا أتحدث هنا عن الذين يحملون السلاح ويقاتلون الناس سواء قاعدة ولا حوثيين، أني أتألم عليهم
مثل ما أتألم على الجنود الذين يقتلون من قبلهم، في نفس الوقت يتضاعف الألم عندي حينما يقتل هؤلاء الأطفال سواء في ردع أو في إب، حينما يقتل الناس في حتى الشاب الذي كان في إب وقتل في دولاب سرير غرفة النوم، في دولاب غرفة النوم. هؤلاء كلهم نتألم عليهم، هم يمنيين. لكن هذه الجماعة يعني أرجوك، يعني أنا أتفهم موقفك، يعني بطبيعة الحال لو ظللنا يعني حلقة واحدة لن تكفينا سرد مآسي اليمن خلال عام 2014، لكن اسمح لي أن أركز في جريمة اليوم. ينضم معنا عبر الهاتف دكتور أحمد عبد اللطيف. مساء الخير دكتور أحمد. مساء النور يا أستاذة. دكتور أحمد، يعني في الاحتفال اليوم كان هناك عدد من المسؤولين من ضمنهم المحافظ ومدير الأمن ومدير القوات الخاصة، يعني ما شاء الله كيف نجوا من التفجير رغم أن التفجير كان في المنصة وعادة هؤلاء الضيوف يكونوا في مقدمة الاحتفال، هل كانت عملية التفجير قبل دخولهم أم كيف بالضبط؟ في البداية نعزي كل أبناء المحافظة ونعزي أنفسنا بهذا المصاب الكلام الحادث الإجرامي والإرهابي الجيران والقسيس الذي تعرض للعروف الاحتفال بالمولد النبوي الشريف أصبح فاجعة في قلوب كل أبناء هذه المحافظة. أريد أن أقول بأنه ما الأسئلة التي تطرح من الممكن أن تطرح على لجنة التحقيق أن يتولى هذه القضية وتخرج بنتائج واضحة حول من المتسبب ومن الذي قصر. للأسف دكتور أحمد، يعني هي ليست الجريمة الأولى في تاريخنا، ومتأكد أنها لن تكون الأخيرة للأسف. إلى الآن لم تكشف أي جريمة عن المتسبب عنها، هل سنظل ندور في نفس الدائرة جرائم تعلق يعني لا نعرف من هو المسؤول عنها، لا نعرف من متبنيها، لا نعرف حيثيات حتى يعني على مستوى التحقيقات التي تجرى؟ هذه هي الجريمة الأولى من نوعها على الأقل داخل محافظتي. هناك وضع سياسي ووضع أمني واختلالات عميقة، لا وجود للدولة أساسا، هناك غياب للدولة. لكن ما أريد أن أقوله بأنه علينا أن نتوقف عن توظيف مثل هذه القضايا سياسيا أيا تكون. وأتفق معك تماما، القضية إنسانية بالدرجة الأولى، عمل قضية وطنية وقضية إنسانية أصابت الناس جميعا، أصابت قلوب كل يمنيين. أنا حزين اليوم لأني شاركت أصدقاء كثير قد نختلف سياسيا معهم، قد يكون لنا مواقف متباينة سياسيا، هو حوثي أنا أنتمي لوجهة نظر مختلفة، هذا ناصري هذا اشتراكي، لكننا كلنا نشعر اليوم بالألم والحزن. هؤلاء أصدقاء وأبناء محافظة واحدة وإخواننا تنفرت أشلاؤهم داخل قاعة مكتظة، حضروا للاحتفال وتحول الى اشلاء. طيب اسمح لي يعني دكتور احمد، يعني اريد ان اسالك عن الوضع الصحي وخدماته في المدينه، هل تم استيعاب كافه الجرحى؟ بالنسبه للوضع الصحي داخل المحافظه، ما لا يوجد هناك خدمات صحيه، يعني ما فيش مستشفى واحد يستطيع ان يستوعب هذا العدد، تم توزيعهم على كم العدد تقريبا؟ هل لديك اي معلومات عن عدد من استشهدوا وعدد الجرحى؟ عدد الشهداء حسب ما وصل لي آخر معلومة 24 شهيد و 48 جريح، من بين هؤلاء الشهداء إعلاميين وطلاب وصحفيين ومثقفين وخليط متجانس من أبناء هذه المحافظة كل تيار اللون السياسي. هناك شهداء من التنظيم الناصري، هناك شهداء مستقلين، هناك شهداء في المؤتمر الشعبي العام، كان احتفال عام حضره الحوثيين في نهاية الأمر. صحيح. طيب يعني كيف تقرأ هذا الحدث أستاذ الدكتور عفوا أحمد وانعكاساته على محافظة إب خاصة واليمن بشكل عام؟ نخشى أننا ننزلق إلى مربع ربيع القتلة وإلى أتون صراع طائفي ومذهبي لن تسلم منه اليمن ولن ينتهي في القريب العاجل ما لم نتعامل بمسؤولية وبعقلانية وبضمير يراعي الله أولا في دماء الناس ويراعي مصلحة هذا الوطن، مصلحة البلد. دون ذلك علينا أن نعد من الآن بيانات النعل والشجب والإدانة ونعد أنفسنا لأنهار من الدم. نحن نتخبص الآن، نحن في قاع مستنقع قذر يراد لنا أن نمكث فيه لسنوات قادمة. إذا ابقى معنا عبر الهاتف.
ابقى معنا عبر الهاتف دكتور أحمد، سنعود إليك، أرجو أن تستمع إلينا ولحوارنا. أستاذ رشاد، يعني الأستاذ الدكتور أحمد يعني تحدث عن مخاوف أن تزداد الأمور سوءا وأن نجر إلى مربع قتال طائفي لا سمح الله، رغم أنه يعني تحدث أن يعني كثير من الحضور لم يكونوا من فئة معينة، إنما كان احتفال حضر فيه من مختلف الأطياف، فلماذا يعني تحول المسألة إلى مسألة طائفية رغم أن الحضور كان فئات مختلفة؟ أنا أولا أحيي الدكتور أحمد والذي هو ناشط حقوقي، وأؤكد على ما غالبية ما ذكره في حديثه، وأريد أن أعود إلى موضوع أنا أشرت إليه سابقا، من قتل هم بشر وهم يمنيين. أنا لا أفرق بين أن كانوا الصالة كلها من الحوثيين، فأنا سأتألم مثل ما تألمت الآن، ليست مشكلة عندي، هؤلاء بشر وهؤلاء ويمنيين في نفس الوقت، أتألم لأنهم بشر وأتألم لأنهم يمنيين بشكل مضاعف. ما يحدث هو كما قال أنه هناك مسلسل قذر أو قرنا إلى حرب طائفية قذرة، يعني هناك استدعاء لما يحدث في العراق وسوريا بشكل جنوني. أنا كتبت قبل سنتين أو ثلاث عن هذا كثيرا، أنه كنت أسمع عن الجرائم والمجازر التي تحدث في الهند وباكستان مثلا من جانب طائفي، ولا أصدق، أعتبرها أنها أفلام. لما وصلت المسألة إلى العراق وسوريا نفس القصة، لكن قلت إن شاء الله ونتمنى لا تتحول اليمن إلى هذا. بعد كتبت هذا بعد حادثة أو جريمة حدثت وكانت مؤلمة جدا وارتكبتها القاعدة. فالمسألة هناك استدعاء للحرب الطائفية، الحوثي هو ابن البلد وهو يمني وبكل تأكيد، لكنه يحضر الآن كجماعة مذهبية طائفية ولا يحضر كيمني كشريك وطني وكقوة سياسية. هذه مشكلته، مشكلته أنه يستدعي الصراع الذي تم في العراق ما بين الشيعة والسنة وحوله في اليمن إلى صراع طائفي، نفس القصة شيعة وسنة. هو يستفز الناس بأطروحاته بتحركاته بما يقوم به من أعمال من ممارسات من سلوكيات. الأخ الدكتور علي أحمد هو كان ضحية. طيب احتفال اليوم أين الاستفزاز الذي حدث؟ أنا لا أتحدث عن الاحتفال اليوم، احتفال اليوم بغض النظر عن من كان القائم عليه، احتفال هناك. هل تعني أن يعني هناك أطراف تنتظر فقط مجرد تجمع؟ هناك تعبئة سابقة تحدث، هناك تعبئة وتحريض يتم، هناك فرض لواقع أنه أنا من مذهب فلاني سأحكمكم وسأقتلكم وسأعمل، وهناك أناس آخرين وجماعات آخرة وجدت لها روافد من الناس الذين استفزوا والذين وجدوا أنه لا يمكن أن يعيش في ظل هذا الوضع وأنه نفوسهم ضعيفة ولجأوا إلى العنف والتطرف. واليوم القاعدة لديها أكبر روافد، وهذا ليس كلامي، كلام مستشار رئيس الجمهورية الأستاذ السلطان العتواني، أن القاعدة، وقبله الدكتور عبد الكريم الإرياني أيضا تحدث عن روافد للقاعدة بسبب ما يقوم به جماعة الحوثي. الحوثي يتحدث اليوم كجماعة شيعية وليست كجماعة يمنية، لو تحدث كيمني نحن نرحب به تماما، لكن هو يتحدث كجماعة شيعية ومذهب شيعي وطائفة شيعية وطائفة تتبع بلد آخر أو هي تؤمر بأوامر بلد آخر، ولذلك هناك جماعات أخرى إرهابية وعنيفة تمارس نفس الفعل، تتبع بلد آخر وتتبع أفكار أخرى وتنتهج منهج آخر. إذن يعني هل سنظل يعني تتجاذب من الأطراف هنا وهناك؟ نعم، هذا ما نجرجر إليه بشكل جنوني. من قبل من؟ من قبل من نجرجر؟ من قبل أطراف خارجية وأطراف محلية. هناك من يدفع باتجاه أن تتحول اليمن إلى ما يحدث في العراق وسوريا من حروب مجنونة وحروب طائفية كل الأخضر واليابس. ما يحدث كان، أنا لا أستبعد أن تصل إلى المساجد وأن تصل إلى أماكن أخرى هذه العمليات الإرهابية. الحوثي يقصف مسجد والقاعدة تأتي لتفجر داخل المسجد، ما هو الفرق؟ كلاهما مدرسة الحوثي يسيطر عليها ويفجرها ولا يحولها ثكنة عسكرية، والقاعدة ممكن أن تفجر فيها. فالمسألة هي العنف والإرهاب، هذه هي نتائجه. أتمنى من الحوثيين، أهم إخواننا في الدين والوطن واللغة وكل القواسم المشتركة، أتمنى أن يتحولوا إلى جماعة سياسية يمنية ويبتعدوا عن تقديم أنفسهم كجماعة وطائفة مذهبية، يبتعدوا عن العصبية التي يعلنونها واستفزاز الناس بهذه الطريقة. محاولتهم دخول تعز وقبلها بهذه صورة طائفية المذهبية وأيضا البيضاء بصورة طائفية
ما الذي سينطق عنه؟ سينطق عنه أناس كثيرين يتحولون باتجاه جماعات. طب أستاذ رشاد اسمح لي في هذه النقطة، يعني يعني دائما حين تحدث هذه التفجيرات يعني بال في احتفال أخير، يعني لا أتذكر بالضبط أين الذي حدث فيه التفجيرات في أمانة العاصمة، في سوق إنقاذ بالضبط، أيوة، في ما قبلها حين كان هناك تجمع للإخوة في أنصار الله وحدث التفجير، يعني كل تفجير يحدث في صف أنصار الله نعود يعني لا نمسك خيط التفجير نفسه، وإنما نحمل يعني نعود إلى جذور مشكل، يعني في نهاية الأمر هناك لابد من وجود طرف يتحمل مسؤوليته بكاملة. يعني صعب أنا في كل مرة تحدث إشكالية أقول لا، لأن يعني أنا حتى استفزتني كثير من تعليقات الإخوة في الناشطين والصحفيين في الفيسبوك، هو الذي الحوثي، هو الذي من استجر العنف، وكأنهم يعني هناك يعني لم نعد نشعر ببؤس ما يحدث بقدر ما نعد نحلل المسألة سياسيا، وأنه هم سبب، وأنه هو من يتحمل وزر ما يحدث. أنا لا أدافع عن القاعدة، أنا أتحدث كثيرا حول القاعدة وإرهابها، أنا أتحدث عن واقع، عن ما يحدث. هناك قاعدة تقتل وتبرر ذلك بأن هؤلاء روافض وأنهم شيعة وهم يمنيين مسلمين. مبررات القاعدة والحوثي يعني في والحوثي يعني بالله عليك يا أستاذ رشاد، ما صنعته القاعدة بجنود بجنودنا. لا ليسوا شيعة وليسوا روافض، وإنما هم يخدمون الأمريكان. أنا أتحدث عن مشكلة جماعات عنف وإرهاب، القاعدة ولا الحوثي، كلاهما يستخدم العنف والإرهاب لتحقيق أهداف سياسية. أنا لا أستبعد أيضا أن القاعدة والحوثيين كلاهما يسيرهما ويديرهما مخرج واحد، فهذا يوفر مبررات لهذا وهذا يوفر مبررات لهذا، ومن يقتلون هم اليمنيين، ومن تدمر هي اليمن، كلاهما يمارس نفس العملية. أنا لا أدافع عن القاعدة ولا أدافع، لكن هناك من يحرض. أنا واحد من الذين حرضوا عليهم، وعلى شاشات إحدى القنوات التابعة لهم يتحدث زميل لي صحفي يقول لي إن أنا داعشي. طيب اليوم الثاني بيستهدفني أي واحد من اللي هم ضد الداعشيين بيستهدفني، أنا إيش علاقتي؟ في نفس الوقت يعني قيادات الجماعات الحوثي تتحدث في الإعلام عن مثلا الزملاء في قناتي العربية والجزيرة بأنهم داعشين وأنهم يعملون هذا المصطلح للأسف صحيح، هذا التحريض هناك تحريض لا يليق باللغة الإعلامية. أمس خبر في موقع المسيرة يتحدث عن ما حدث في ريمة، يتحدث عن أن الذين جاءوا من خارج ريمة هم أبناء ريمة، ومن وقفوا من الحوثيين وهم حوثيين الذين وقفوا ضدهم من أبناء ريمة أنهم دواعش وتكفيرين، وبالناس دواعش تكفيرين. فيعني أنت الآن توفر أسباب ومبررات وتحرض وتستفز وتعمل كل الأعمال، أن تتحمل مسؤولية. أريد أن أشير إلى شيء فيما يتعلق اسمح لي بالدولة. بعد يعني نأخذ هذا الاتصال معنا الأستاذ طارق المفتي المسؤول السياسي الأنصاري لمحافظة إب. مساء الخير أستاذ طارق. مساء النور أستاذ طارق، يعني حادثة اليوم الإرهابية، كيف تنظرون إلى هذه الجريمة؟ يا سيدتي مثل هذه طبعا هذا عمل إرهابي جبان ومعروف، لأنه هذا بس أنا من الطرح هذا الأخ الذي بيطرح هنا الآن كان بيتكلم وبيقارن بين جماعة أنصار الله وبين التنظيم القاعدة، بينما يعني كم جرت عمليات قبل أن يدخلوا أنصار الله في صنعاء، كم وقعت عمليات إرهابية، من استهدفت أبناء الشعب اليمني. تحدثت معه عند هذا النقطة أستاذ طارق، يعني حدثت أن هناك استهداف للجنود، هناك استهداف لكثير من الناس غير المواطنين، استهداف لكل فرد في الشعب. هو يا أستاذ طارق علشان أوصل لك المسألة ما ندخلش في مهاترات لا معنى لها، الأستاذ رشاد يعني هو ضد ما تقوم به القاعدة وهو يجرم ما تقوم به في نهاية الأمر، يعني هو لا يجملها ولا يريد ذلك. تفضل. عفواً، بس أنا مع احترامي للأستاذ أنه يقارن بين المقارنة أتبك على المقارنة. تفضل. هل قد سمعتي أنه فرد من أنصار الله فجر نفسه في عملية؟ هل قد سمعتي أنه يعني أنصار الله نفذوا أي عملية تفجيرية مثل هذا الذي يطرح تحت تنظيم القاعدة؟ هل قد سمعتي أنه أنصار الله قد أساءوا لأسير
طارق استاذ طارق ما تحدث به الاستاذ رشاد، اسمح لي ان اقول وجهه نظره. يعني هو لم ربما لم تقم جماعه انصار الله بعمليه تفجيريه كما يحدث في القاعده، ولكن هناك ايضا تفجير المنازل، هناك تفجير بحجه انهم دواعش، هناك تفجير المساجد، هناك تفجير وهجوم على كثير من المنازل. ما حدث في اب يعني هدمت بيوت، يعني كما هي يا استاذ طارق، يعني في نهايه الامر ليست المساله بهذا الجمال. لا يعني انا لا اريد في نهايه الامر استاذ طارق، موضوعي هو ليس موضوع مقارنه او عدمه، انا اريد ان نتحدث عن ماساه اليوم، يعني نريد ان نتحدث عن ابعادها اكثر. تفضل. اسمح لي اتكلم. تفضل. تنظيم اولا انه هذا الارهابيين هذا طبعا يمس الشعب اليمني بالكامل، والشعب اليمني قد وعى تماما لمثل هذا. وكما تعلمين ايضا انه مساله الارهاب هي لا تستهدف أشخاص بعينهم ولا كيان بعينه، هي تستهدف كل أفراد الشعب اليمني. صحيح، أتفق معك. طيب يا أستاذ طارق، يعني أنتم تعلمون مدى التهديد الحاصل خاصة هذه الأيام من قبل، يعني إلى الآن لا يوجد أحد تبنى يعني هذه العملية، ولكن يعني مثلا هناك أخطار محدقة على أبناء الشعب اليمني كما تقول أنت من قبل القاعدة، ألم يأتيكم يعني هذا هاجس أكثر لكي تزدادوا حيطة من ناحية الأمنية؟ يعني اسمح لي أن أسألك، من كان المسؤول الأمني عن المركز الثقافي اليوم؟ هل أجهزة الدولة أم كانوا اللجان الشعبية؟ هي كانت مشتركة بين الأجهزة واللجان الشعبية. ومثل هذه العمليات تحصل قد حصلت في كثير من البلدان برغم الأجهزة الأمنية. لا أعتب عليكم، يعني في نهاية الأمر أستاذ طارق، يعني هي بس مجرد يعني ربما كانت المسألة بحاجة إلى حرص أكثر، خاصة مع في ظل هذه الظروف، يعني كثير من الناس أصبحوا يتوجسون من أي تجمعات من أي، فما بالك باحتفال في مكان مغلق. ما هذا، انا معك ان احنا انه يجب ان يكون هناك ان تكون هناك اجراءات امنيه اكثر، ويجب ان يتكاتف الشعب وان لمحاربه الارهاب. وايضا كلنا نامل من اللجنه الامنيه في المحافظه ان يكون دورها اكثر في التعاون في مكافحه الارهاب والتنسيق مع اللجان الشعبيه واللجان الثوريه في مكافحه الارهاب وتكثيف منابعه. لانه وهذا الذي نامله من اللجنه الامنيه بالمحافظه. طيب الان هل قامت اللجنه الامنيه هذا العمل استاذ طارق، هل قامت اللجنه الامنيه يعني بدورها او واجبها على اكمل وجه من ناحيه التحقيق، من ناحيه جمع الادله، من كافه النواحي؟ هي الان بدات التحقيق، لكن لم تاخذ دورها بالكامل ولم تتعاون بالشكل الكامل الذي يحق بما يحقق ويكفل الان لكل ابناء الشعب لكل المواطنين. والذي نامله من اللجنه الامنيه ان تتعاون وان تطلع بمسؤوليتها امام الله وامام شعبها. استاذ طارق، يعني انا اخشى يعني للاسف الشديد اجهزتنا الامنيه باتت تنتظر طرف يتحمل المسؤوليه، الجهات التي لم تتحمل فيها اي اطراف مسؤوليتها فهي تقيد ضد مجهول. هل لا سمح الله تتوقع هذه الحادثه تقيد ضد مجهول؟ كانت الحوادث سابقا في الفتره الماضيه تقيد ضد مجهول، اما الان فلا يمكن ان تقيد ضد مجهول. يجب ان نتتبع الذي كانوا وراء هذه الجريمه، يجب ان تتبعهم الاجهزه الامنيه، ويجب ان يكون هناك تنسيق وتعاون بين الشعب وبين اللجنه الشعبيه وبين اللجنه ومع اللجنه الامنيه واجهزه السلطه في تتبع مثل هذه، وعلى اساس انه تكون حتى لا تكرر في اي مكان اخر في اليمن. طيب استاذ طارق، بعد من الاجهزه الامنيه ان تطلع بدورها. صحيح. وأن لا ترمي حمله عبء على الآخرين. يجب أن تكون تتحمل المسؤولية وأن تبادر إلى حفظ الأمن وتنسق مع الجميع ومع جميع أفراد الشعب بكل مواطن على أساس أنه مستعد للتعاون مع حماية. طيب أستاذ طارق، بعد جريمة اليوم كيف تتوقع سيكون التفاعل مع بقية فعاليات الاحتفال بالمولد النبوي؟ هل ربما ستكثف الحماية الأمنية أم ستجد يعني كثير من المواطنين سيتخوفون من الذهاب والحضور للاحتفالات؟ بالتأكيد بالنسبة للأجهزة الأمنية وللأمن يجب أن تكون تأخذ دورها وتعمل
قالوا إذا كان قد حصلت أي خطأ من أي كان من الأجهزة فيجب أن يعني أن يترفعوا عنه وأن يتجاوزوا ويعملوا على يتحملوا مسؤوليتهم ويعملوا على حماية الفعاليات. أما بالنسبة للفعالية فأعتقد أن مثل هذه لن تؤثر في الناس وستنظرين ذلك في الأيام القادمة كيف ستكون الفعاليات وكذا. فالناس مثل هذا من استشهدوا من كذا صدقين أنهم أن الناس سيندفعوا أكثر إلى الفعاليات وإلى إحياء مثل هذه. هذه مناسبة دينية ليست خاصة بأنصار الله، هي خاصة بكل مسلم في الأمة الإسلامية. طيب أستاذ طارق، يعني اسمح لي سؤال أخير، هل فعلا كان الانتحاري الذي قام بتفجير نفسه متنكرا بزي امرأة؟ لا لم يكن، يعني كانت مجرد أقاويل. إذن شكرا لك أستاذ طارق المفتي المسؤول السياسي لأنصار الله بمحافظة إب، كنت معنا عبر الهاتف. أعود إليك أستاذ رشاد، يعني هناك يعني تحميل لدور الأمن. الأمن للأسف الشديد يعني نحن متفقين لا خلاف على هذه النقطة أنه غائب منذ سنوات عن مسارح الأحداث إن صح لي القول. كنت أنا أريد أن أتحدث سابقا حول هذا الموضوع، يعني كما يقال مع تحريف قليل في المثل المصري، ظل راجل ولا ظل حطة، أتحدث عن ظل دولة ولا ظل جماعة أو ميليشيا مسلحة. نحن الآن أمام واقع يحصل الأخ طارق يمكن لا يعلم من هو الذي يدير العمل الأمني داخل إب. هناك أجهزة أمنية قدمت كديكور رغم أنهم يتبعون أنصار الله وفرض فرض مدير الأمن وأصحابه، لكن هناك أيضا من يديرون العملية الأمنية والعسكرية قديمون من خارج محافظة إب وهم الذين يدورون الجانب الأمني والعسكري. أنا أتحدث عن أنه كان معي طرف واحد وجه الاتهام له وحمله مسؤولية الجانب الآن الأمني. تشتتت الجهود تقصد؟ الآن تشدد. أحمل من القاعدة أو غيرها الذي قام بالعملية الإرهابية فهو لم يعد بحاجة أن أحمله مسؤولية أصلا. هم هو لا مسؤولية، لكن لا مسؤولية. أنا أتحدث عن جماعة وميليشيا تسيطر عسكريا وأمنيا على المحافظة وفي نفس الوقت جهاز أمني قبل أن يكون ديكور شكلي ومضمونه شكليا وديكوري لا يقوم بعمله، هو ضعيف وركيك من قبل، لكن اليوم أفرغ من محتواه ولم يعد يمارس عمله كما كان ينبغي. اليوم أنا أتحدث عن أنه هذه عملية إرهابية تمت. طيب ماذا حدث بشأن عملية الرداع؟ كان هناك حولها مشاكل كثيرة وأخبار متعددة متضاربة وإلى الآن عمن وراءها. كان هناك الإرهاب، هو الإرهاب، الإرهاب هو الذي يقتل الإنسان ويدمر حياته سواء كان من قاعدة أو من حوثي. هو إنسان، هو يمني، الحوثيين يقتلون يمنيين والقاعدة تقتل يمنيين، لا فرق بين المنازل التي تفجر ويقتل أصحابها في أرحب تحت مبرر أنهم دواعش وهم شخصيات معروفة ويمارسون العمل السياسي الذي تحرمه وتجرم القاعدة، وفي نفس الوقت لا فرق بينهم وبين الذي يقتلوا القاعدة. هل هناك فرق؟ كلاهما يمنيان ومسلمين فقتلوا القاعدة ولا قتلوا الحوثي. الإرهاب هو لون واحد، من يقتل، من يمارس القتل، من يشرع ومن يشرع ومن يخطط ومن ينفذ، فهؤلاء كلهم قتلوهم إرهابيين للأسف. لكن أستاذ، لكن يعني في عملية تحريض تتم على الناس. والمشكلة أستاذ رشاد أنه يعني تحميل الأبعاد الدينية للمسألة، يعني أن السياسة صحيح. تحول إلى صحيح. دين الحياة سياسي. يعني هذه صراع سياسي منذ عقود أو قرون، صراع سياسي ما بين السنة والشيعة تحول إلى دثار ديني وقبيس عثمان واستخدموا سواء القاعدة أو هؤلاء بشر، سواء حتى لو كانوا ليسوا مسلمين فهم بشر، يفترض ألا تزرق دماءهم ولا تزرق أرواحهم. لكن ما هو يتم أن هناك من يتدثر بالدين سواء من هذا الطرف أو من ذاك ويقوم بأعمال تتنافى مع جوهر الدين ومع مضمونه ومع قيمه ومبادئه وسلوكيات من ينتمي لهذا الدين. أنا لا أعتقد أن هناك، حتى القاعدة لم تجرؤ على إعلان هذا لأنه رصيدي أيضا يقل بسبب كوارث سابقة ومن ضمنها كارثة مستشفى العرضي. يعني أنا بعد حادثة مستشفى العرضي لا يعني لا أستبعد عليهم أي جريمة وأي اعتراف بها. يعني في نهاية الأمر الإرهاب مجنون لا يفرق بين صغير ولا كبير. نشرك معنا في الحديث الأستاذ الدكتور أحمد عبد اللطيف. دكتور أحمد، يعني هل ما يحدث الآن فعلا يجعلنا نقول أننا أمام نذر اقتتال طائفي؟
لا هو ما يحصل الآن هو خلاف سياسي أو صراع سياسي ينحو لأخذ تعبيرات طائفية ومذهبية بالأساس. خلينا نشخص الموضوع على أنه صراع سياسي أساسا الآن أخذ تعبيراته الطائفية تعبيرات مذهبية أو يتوطد هذه التعبيرات. علينا أن نعيد تعريف الصراع إلى هذه النقطة، صراعنا سياسي أساسا. أنه نذهب أو نوافق على تعريف المسألة على أنها مسألة مناطقية أو مذهبية أو ما إلى ذلك، فنحن نبارك مثل هذا الصراع أساساً. جميل جميل. الفكرة يعني أنه الصراع سياسي وإنما للأسف الشديد يأخذ أبعاد أخرى، يأخذ أبعاد أخرى ويأخذ تعبيرات أخرى. القبول بهذه التعبيرات بحد ذاته ضرر للمجتمع وضرر لمستقبل هذا البلد، لحاضر ومستقبل على السواء. المسار الصحيح لمعالجة هذه القضية أنه نقول إحنا أمام خلاف سياسي اليوم، الخلاف السياسي هذا اليوم يتفشى ويأخذ تعبيرات بالغة الضرر للمجتمع بحاضر الناس ومستقبلهم على حد سواء. طيب دكتور أحمد، يعني ما هي مخاطر استمرار مثل هذا الوضع؟ ما هي مخاطر استمرار مثل هذا الوضع؟ يعني غياب للدولة، عدم يعني وجود طرف حقيقي يمكن تحميله المسؤولية، انتخابات ولا نعلم متى ستكون دستور ولا نعلم متى سيقر، الأمور مطاطية والعبث يأكلنا من كل جانب. المخاطر اقتتال أهلي، ونقول وداعا لمفهوم اليمن الموحد، مفهوم اليمن الحديث الذي رسخ خلال 30 سنة السابقة. هذا يكفينا نكبة أنه تكون هذه، أن نقول وداعا لليمن، أنه يقتتل الناس والجيران، أنه فراق الدماء بهذا الشكل. اليوم ازدواجية السلطة إذا استمرت بالتأكيد بالضرورة لن تبقى إلا سلطة واحدة، لكن بالموازاة هذا اليوم تسقط شروط التعايش بين الناس بين المختلفين. ما يبني الأوطان هي هوية جامعة، الهوية الجامعة هذه تسمح باختلاف الناس ضمنه. الآن الناس بلا هوية جامعة وبلا مشروع جامع وبغياب دولة، حتى دولة الجبر والقهر غايبة. نسمح لهذه المشاريع أن تقتتل على دماء البسطاء، على دماء تلاميذ المدارس. نقول للسياسيين جميعا رفقا رفقا بالناس، رفقا بطلاب المدارس، بالعمال، بهؤلاء البسطاء الذين يبحثون عن حياة. صحيح. طيب يعني إذا أستاذ دكتور تفضل. النقاش الذي دار، أنا أعرف الأستاذ طارق المفتي وهو من أعقل الممثلين الحوثي داخل محافظة إب، أعرفه جيدا، وأعرف الأستاذ رشاد الشرعبي. لو أن نقاشاتنا كلها ستأخذ هذا الطابع، هذا المنحى، هذا الحدي وهذا المنحى، يعني سنعجز عن التفاهم فيما بيننا. خلينا نزيدين هذه الجريمة اليوم، هذه الجريمة روعت كل محافظة إب، روعت كل الناس على اختلاف مشاربهم، على تعدد اتجاهاتهم. لمعالجة هذا الرجل ما يكون هناك إسناد لدور أجهزة الأمن، على الإخوة الحوثيين أن يعيدوا تقييم دور ومستوى أداء اللجان الشعبية، اللجان التابعة لهم. هناك خلل ارتكب اليوم، هذا الخلل إما أن تتحمله الأجهزة الأمنية أو تتحمله اللجان الشعبية، وعلينا أن نكون واضحين خلال تقييمنا النتائج تحقيقات. طبعا حال الناس صحيح. طيب دكتور، يراجع نفسه. دكتور يعني غير المراجعات، يعني برايك ما هي سبل الخروج من كل هذا؟ يعني كيف نضع ربما هذه الاختلافات كلها يعني خلف ظهورنا ونبدا من جديد؟ هل اليمن او اليمنيون قادرون على البدء من جديد؟ حل الاشكال القائم اليوم يحتاج الى قرار مركزي، لا إلى تسوية سياسية على مستوى البلد. التسويات يا دكتور أحمد لم تعد يعني تؤتي أكلها، يعني اتفاق يخلفه اتفاق ولا نجد أي اتفاق حقيقي على أرض الواقع. أنا لا أريد اتفاق يوقع على ورق وتصوره الكاميرات ونحتفل به كإعلاميين، أريد اتفاق أجده بين نفوس الناس، بين الأطياف المختلفة، بين المختلفين سياسيا، لا يصل من الأمر إلى أن أستسهل قتل أخي بهذه البساطة. مش إذا تستسهل قتل أخوك، قتل بالجملة، يعني ضحايا تفجير واحد بحدود 60-70، هذا قتل بالجملة، وهذا لم نشهد ولم نعهد. هذه حالات مأساوية وحالات فظيعة. الاتفاق هذا ضروري أن تكون هناك اتفاقات جادة،
فقط تضمن التعايش. دكتور أحمد، أنا يعني غسلت يدي تماما من القرار المركزي أو من يعني أي شخص قد يقول بأنه باستطاعته الحل. أنا أجد أن الحل الحقيقي هو دور مجتمعي بحت، إعلام، ناشطون، مثقفون، سياسيون، بسطاء. يعني أما أن أنتظر سيادة الرئيس متى سيصحو لكي يستشعر أن هناك أناس يقتلون، هذه هي مشكلة. يعني ألا يجدر بنا البحث عن حلول أخرى نحن كمجتمع؟ هل علينا فقط انتظار الحل أن ينزل لنا من السماء أو من الستين؟ الله يطلعك، أنا لم أقول هذا. يعني لا، قلت لي أن الحل هو مركزي ميؤوس. أقول لك شيء، أغلب الضحايا الذين سقطوا اليوم يعني قرابة 7 أشخاص من أعز أصدقائي، قد يكون لهم توجه مختلف، هم مع الإخوان صار الله لكن إحنا في الأخير إخوان ونلتقي ونأكل عيش ونشوف، والمودة حاضرة. يعني المجتمع ما يزال فيه قدرة على أنه يتعافى على خلافات الساسة، لو الناس في مستوى خلافات الساسة نحن نتقاتل كل يوم. طيب يعني أنا يا أستاذ دكتور أحمد، فيما يخص بالذات موضوع اللجان الشعبية وموضوع وجود المسلحين، إما أن يكون هناك أجهزة أمن تقوم بدوره، كل على الإخوة على اللجان الشعبية أن تحكم لما لا تتخذوا أنتم هذه الخطوة؟ لما تنتظرون يعني أن يأتي قرار أعلى؟ لما لا تتفقون مع الإخوة في اللجان الشعبية إما أن يتبنوا المسألة تماما، يعني خاصة في محافظة إب الآن الوضع فيها غير آمن، أو يتركوا الأمر تماما ويتخلوا عنه ويعود الدور للأمن؟ يعني لما لا تتخذوا يعني أنتم كنشطاء في محافظة إب تحاولون طرح مثلا أفكار مقترحات للخروج من هذا الوضع؟ لأنه قرار كل المكونات التي تتصارع اليوم مش بيدهم. يعني حتى لو جيت يعني تدور تبحث عن حل لموضوع اللجان الشعبية، إدماجهم ضمن بنية الدولة حتى أو استيعابهم في الجيش يحتاج لقرار مركزي. طبيعة القرار لكل الفرقاء سواء في الأحزاب السياسية أو في عند الإخوة الحوثيين. إذن شكراً. هذا مركزياً. شكراً لك دكتور أحمد عبد اللطيف، ناشط سياسي من محافظة إب. ربما في حديثه الأخير أقنعني نسبياً أن للأسف الشديد من يخرجون إلى الشارع أمورهم معلقة بمن هم أكبر منهم، أو تعود الدائرة إلى المركز. مهما حاولنا يعني في الفترة السابقة كان الإخوة في الإصلاح لا يخرجون إلا بأمر من المركز. الآن أنصار الله لا يتحركون، أو كما قال اللجان الشعبية لا يستطيعون أن يبتوا في أمر إلا العودة إلى المركز. متى سنجد جيل واعي متخلص من سيطرة المركز؟ وما فيش حل إلا أنه الدولة تعود لواجبها وصلاحياتها. إذا لا حل. هو هذا الحل الطبيعي. لا يمكن أن تقوم ميليشيا مسلحة ولا جماعة مسلحة ولا اللجان الشعبية مقام الدولة. الدولة هي حلمنا، هي طموحنا، هي الحل لكل شيء. حتى لو تم دبق الحوثيين في إطار الدولة، هل هو ممكن مش ممكن؟ المهم أن تكون في إطار في نهاية الأمر في إطار مؤسسات الدولة وأجهزة الدولة هي التي تتعامل مع هذه القضايا، هي التي تدير القرار. يعني أستاذ رشاد، يعني هل المجتمع غير قادر على وجود حلول تمنع كوارث كما يعني كارثة اليوم؟ ألا نستطيع أن نقول للكوارث قفي عند 2014 وسنبدأ عام جديد مختلف؟ بالتأكيد أن المجتمع اليوم لم يعد هناك مجتمع متماسك. صارت هناك مثلما غابت الدولة، المجتمع نفسه تم تشريخه وتقسيمه بشكل يؤثر على السلم الاجتماعي للبلد يعني لعقود قادمة. ما يحدث هو مؤلم جدا. قبل سنوات لم أكن أفكر هذا من أي محافظة ولا هذا من أي عرق
ولا هذا من أي سلالة ولا هذا من اليوم. هناك شروخ داخل المجتمع، يتوجب أن نعمل جميعا على تجاوز هذه الشروخ وإعادة في أقل من دقيقة. يتوقف السياسيين عن التحريض وعن اتخاذ قرارات. اليوم المركز، حينما تتحدث عن المركز، أي مركز تتحدث عن الحوثيين مركزهم في صعدة، والمركز حق صعدة في مكان آخر لا نعلمه، فالجميع أما بقية الأطراف فلم يعد لها مركز أصلا. فلذلك اليوم الحوثيين هم الجهة المسيطرة على الوضع في البلد، يفترض أن يعني تغير من أدائها، تغير تطور قدراتها، تسعى إلى أن تتحول إلى جماعة يمنية خالصة، تخلع أي أزياء أو ملابس تتعلق بالسلالة، بالمذهب، بالطائفة، لأنه هي التي هذه الأشياء هي التي تحدث شروخ داخل المجتمع. لنحاصر جميعنا الإرهاب، نحن وإياهم نحاصر الإرهاب ونمنع الإرهاب من الاستمرار في عمله. لكن أن أنا أمارس الإرهاب وأريد أن أحاصر الإرهاب، أمارس العنف وأقتل فلان داخل غرفة دولاب غرفة نومه بسبب أنه لم يقابل اللجان الشعبية التي ليس لها أي حق قانوني ولا شرعية ولا صلاحية، وتحدث عن إرهاب من الطرف الآخر. طيب أنت أيضا قتلت بني آدم، يعني هو بشر ويمني في نفس الوقت. ولذلك يفترض أن يتوقف الجميع عن القتل وعن الاعتداء وعن فرض رأيه بقوة السلاح، وأن نتحاور ونتناقش، وكما قال الدكتور أحمد، لنعمل أساس للتعايش بيننا. يعني من يموتون هم يمنيين ومسلمين في نفس الوقت، سواء كانوا من الحوثيين ولا كانوا من أطفال ولا كانوا إصلاحيين ولا مؤتمرين ولا جنود، ولا هم يمنيين، نحن نتألم لأجلهم، ويفترض ألا تسيل قطرة الدم على أرض هذا الوطن. صحيح، لمن كان يعني. إذن شكرا لك أستاذ رشاد الشرعبي الكاتب والصحفي، وأشكر ضيفي عبر الهاتف طارق المفتي المسؤول السياسي لأنصار لمحافظة إب. كنت أود أن تتحمل الأجهزة الأمنية جزء من مسؤوليتها وتكون معنا عبر الهاتف العميد محمد الشامي مدير أمن محافظة إب، وعدنا بأن يكون معنا عبر الهاتف. أيضا يؤسفني الدكتور أحمد الصرمي مدير عام مكتب التربية، كنت أود أن أسأله فقط، يعني أطفالنا الذين يخرجوا المدارس ذهبوا لطلب العلم لا للحضور احتفالات أو لتغطية فراغ معين، خاصة في ظل وضع كهذا، يعني ما, 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 ما مر علينا نحن كطلاب مدارس، كنا نخرج في المظاهرات وفي الاحتفالات وفي الهتافات، يجب ألا يحدث لأبنائنا، يعني تخلصوا من فكرة أن أقرب مدرسة هي من ستغطي هذا الاحتفال. من مات اليوم أغلبهم من أطفال المدارس، بقية أطفال أجبروا طبعا على حضور الحفل من في يومهم الدراسي، بقية الأطفال الذين جرحوا، ولدينا يعني ابن أحد الزملاء كان من ضمن الجرحى، يخبر والده بأنه هو من تحمل إيصال نفسه عبر الموتور إلى منزله، يعني على مستوى المدرسين الذين خرجوا مع الطلاب لم يتحملوا مسؤوليتهم بشكل كاف. يعني في نهاية الأمر هؤلاء أبناءكم، يعني أخرجتهم على الأقل انتبه لهم، في مثل هذه الظروف يصابون بالهلع. لم أعد أتحدث عن الحالة النفسية التي يمر بها أطفالنا، الحالة النفسية يبدو أنها أصبحت من الأشياء الطوباوية التي لا نستطيع الوصول إليها. يؤسفني أن تكون حلقتي في نهاية عام 2014 بهذا السوء وبهذا السواد، يؤسفني أن أختتمها وأنا أترحم على أرواح الشهداء سقطوا اليوم وسقطوا بالأمس، ولا أتمنى أن يسقط أي شهيد آخر على أرض هذا الوطن. أتمنى أن يكون 2015 مختلف رغم أن الظروف لا تبشر بذلك. شكرا لمتابعتكم مشاهدينا الكرام، لا نلتقيكم في حلقة قادمة، كونوا برعاية الله وأمنه.